بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محرومة. حيهلا بكم شيبا وشبانا، إخواننا أحبابنا آل كراكر الكرام وضيوفهم، وآل شبانا الأكارم وضيوفهم في هذا الجمع الطيب المبارك وهذه الليلة السعيدة البهيجة. سنقوم إن شاء الله بإجراء عقد زواج ابننا ابن الطيبين عدي مروح حسين شبانا رحم الله أمواته على ابنتنا صاحبة الصون والعفاف حلوة وديع جلال مسعود، بورك فيها وفي أهلها، وذلك على كتاب الله وسنة رسوله. يا أيها المنطيق عن عائلة كراكرة، ها نحن دا بين أيديكم ونعتبر كلامنا طلبة لكم، فردوا علينا بخير قبل أن نخط كلمة. حياك الله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما أبدأ به كلام الله عز وجل، فأقول الحمد لله رب العالمين الذي أحل النكاح وحرم السفاح وجعل الزواج آية من آياته، فقال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين في زمن أعلن فيه الحرب على الأسرة، حرب على الزواج وحرب على عدد أفراد الأسرة، فنحن نشهد اليوم عدد المواليد بالمولود والاثنين، ونشهد حربا على التربية، فلم يعد هنالك تربية، فقد شاركت الأب والأم عدد ولا حرج من الفضائيات واليوتيوب وغيرها. نقول الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، حيث اهتم إسلامنا العظيم بالأسرة، فمن البداية حث الشباب على الزواج، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أو جلة. وبين من أجل الاهتمام لهذه الأسرة، بين للزوج أو الخطيب مواصفات الخطيبة والزوجة، كما وبين للأهل العروس مواصفات الخطيب الذي يوافقون عليه. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: النكاح ركب، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم، أو في رواية عظيم. وإن شهادتي بعدي وبأبيه مجروحة، فإن العريس ووالده من طلابي، وإني أشهد لهم بحسن الخلق لهم ولآل الشيخ عامة، ورحم الله الشيخ عبد الحافظ، فما زالت سيرته غضة طرية على ألسنة أهل سنجل لليوم. نقول لهذه الجهة الكريمة لجميع الموجودين من آل شبانة وأحبابهم وأصحابهم وأصهارهم، ومن الفقهاء من الكراكرة والفقهاء ومن أصهارنا جميعا، نقول: يا إخوة، أهلا وسهلا بكم جميعا، شرفتمونا ووافقنا وقبلنا بهذا الزواج المبارك. وندعو بهذه الساعة الكريمة للعروسين، فنقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله. وعلى نية القبول والتوفيق للعروسين، أسمعونا قراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف مبارك مبروك للجميع، هناكم الله. يا البلد ما شمعوه والفرح ينادى نسمعوه.